عقبات المقامة على أرض مملكة البحرين من تاريخ 11/1 إلى 25/1. طبعا مثل ما تابعتوا البطولة تضم 16 فريق، اليوم وصلنا للقفال خلاص آخر يوم، وسنعرف آخر المتأهلين. طبعا المتأهلين هم مثل ما شفنا أمس، أول متأهلين كانت في المجموعة دي البحرين والإمارات، البحرين تصدر والإمارات الثاني، المجموعة سي أيضا اليابان تصدر والمنتخب العراقي الثاني، وبانتظار من سيحصل على صاحب المركز الأول والثاني في المجموعة A وB. لذلك اليوم سننتظر مباراة الكويت وقطر لمعرفة المتصدر وصاحب المركز الثاني، وأيضا المباراة الأخيرة راح تجمع المنتخب الإيراني والمنتخب الكوري لمعرفة أيضا متصدر هذه المجموعة وصاحب المركز الثاني. قبل شوي طبعا كان عندنا مباراتين في انطلاقة هذا اليوم. المباراة الأولى جمعت الصين ونيوزيلندا، الصين تغلب على نيوزيلندا 36-13، وعمان قبل قليل خسر مباراة أمام تايبي ب 33-27، وتليها طبعا المباراة القادمة قطر والكويت، وبعدها راح تكون مباراة إيران وكوريا آخر مباريات هذا اليوم، وباكر إن شاء الله عندنا راحة بعد ختام الدور التمهيدي. خلونا نرحب في المحللين المتواجدين معي، كابتن محمد سماج، ابو جاسم مساك الله بالخير وحياك الله. مساك الله بالنور ابو حسين، يا هلا وغلا فيك، امسي عليك ومسي على الاستاذ العزيز هيثم الخاجه ابو عيسى، نتشرف في تواجدنا وياه من خلال هذا الاستديو. شرف لنا طال عمرك ابو عيسى. طبعا محللنا الفني الكابتن هيثم الخاجه. ابو عيسى مساك الله بالخير وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير، يا هلا وسهلا فيكم، واليوم انتم بين اخوانكم وانتم في ديرتكم، يا هلا وسهلا فيك ابو حسين وفي الكابتن ابو جاسم، واليوم انتوا تقبلوني ضيف عندكم اليوم. يا على العين والراس يا ابو عيسى، الله يسلمك، حياك الله يا ابو عيسى. اذا طبعا مثل ما ذكرت مباراه اليوم امس، طبعا كان عندنا اربع مباريات بشكل سريع، راح اذكر نتائج المباريات الاربع. امس المنتخب الياباني تغلب على المنتخب الهندي 59-11، كازاخستان تغلب على هونغ كونغ 27-22. المباراة الثالثة السعودية والعراق انتهت بالتعادل 31-31، ولذلك تأهل المنتخب العراقي كثاني المجموعة. وأخيرا البحرين وبنتيجة كبيرة على الإمارات 34-15. أبو عيسى أبدي معك، خلاص بينت ملامح المجموعتين، البحرين تصدر والإمارات ثانيا واليابان تصدر مجموعته والعراق ثاني، بانتظار اليوم المجموعتين. نظرة عامة بشكل سريع، يمكن التأهل المنطقي بالنسبة للمجموعتين اللي أنهوا مبارياتهم، أو كنت تتوقع ممكن منتخب السعودية يتأهل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل بطولة فيها مفاجآت، مفاجأة البطولة لحد الآن الحصان الأسود للبطولة هو المنتخب العراقي، فاجأنا بصراحة، ما كنا متوقعين أنه يتغلب أو يتعادل مع المنتخب السعودي ويتأهل. بشكل سريع بس نظام البطولة أربع مجموعات، كل مجموعة أربع فرق يتأهلون أول اثنين كل مجموعة إلى الدور الثاني اللي راح يكون من مجموعتين تضم أربع فرق، أربع وأربع، الأول اثنين راح يتأهلون للسيمي فاينل ويلعبون على كاس آسيا، الأربعة اللي راح يتأهلون من الدور الثاني طبعا راح يروحون كاس العالم. مثل ما تفضلت اتضحت الرؤية، يعني البحرين راح يكون في مجموعتها العراق، أيضا راح يكون في مجموعة البحرين الخاسر من مباراة قطر والكويت، بالإضافة إلى الفائز من مباراة إيران وكوريا. لحد الآن ما في أي مفاجآت غير اللي احنا شفناه اللي هو المنتخب العراقي اللي قدم قاعد مستوى متطور بغيارة الكابتن ظافر صاحب. طبعا كابتن ظافر صاحب مو غريب علينا احنا في البحرين، يعني حقق إنجازات مع نادي بربر السابق. فالمدرب، الناس اللي تقول لك المدرب يعني ما له دور، لا، المدرب له دور، المدرب يثبت وجوده في الملعب، بصمة واضحة للمنتخب العراقي المتطور. نعم كابتن محمد، يعني تقييمك دام احنا تكلمنا اليوم على المجموعتين، تقييمك بشكل عام، يمكن الفرق تأهلت منطقيا الكل اتفق عليها، او عندك يمكن اختلاف في بعض المنتخبات؟ نعم بو حسين، مثل ما تفضل اخوي العزيز بو عيسى، فعلا يمكن في الادوار الاولى يمكن الملامح شبه واضحه من البدايه، ويمكن المفاجاه الوحيده ولو ان كان يعني المنتخب العراقي اساسا في رتم تصاعدي بالفترات الاخيره، وكذلك على المستوى المنتخب السعودي يمكن هنا حدثت الفوارق ما بين المنتخبين، ولكن الأمانة المنتخب العراقي استحق الصعود عن جدارة واستحقاق، قيادة جدا مميزة من الدكتور ظافر، تميز في إدارة الملعب، كذلك بالإضافة إلى الروح اللي موجودة عند المنتخب العراقي، ويمكن اللي استغلها بشكل جدا كبير
الدكتور ضافه في قيادته في الملعب. يستحق المنتخب العراقي من جداول استحقاق في الصعود، نقول هذا لك المنتخب السعودي، وايضا منتخب جديد ويبنى لسنوات ان شاء الله قادمه. مثل ما عارفين احنا ابو حسين استراتيجيه المنتخب السعودي تبنى على مستوى طويل، ابتداء من يمكن المراحل السنيه الموجوده في المملكه، بالاضافه الى صعودا الفريق الاول. لذلك النظر الشامل للمستوى الفني جيد جدا كادوار تمهيديه، رغم ان المنتخب الياباني ما قدم مستوى اللي هو كان مرشح الاول يمكن للبطوله. نعم، يمكن جميع الفرق بحسين دون استثناء، يمكن لما نشوف في صعوبه بالنسبه للمنتخب الكوري، ولا نشوف صعوبه ايضا للمنتخب الياباني، وما نقول هذا المستوى، شيء طبيعي، تدرج ورتم تصاعد، يدخلون ادوار تمهيديه، المدربين ما يكشفون اوراقهم بشكل تام منذ بدايه البطوله. لكذلك قاعد نشوف يمكن وخير دليل المنتخب القطري اخذ مباريات يمكن بأريحية تامة هو والمنتخب البحريني أيضا كذلك. يمكن يعني وجاسم سامحة، يعني المنتخبين اللي قاعدين اللي بينت نواياهم البطولية حاليا البحرين وقطر، خلينا نكون واقعيين. يعني كلنا أبو حسين كنا متوقعين اليابان، لكن اليابان السعودية أحرج اليابان، كان ممكن يفوز عليه لولا جزئيات صغيرة. أيضا المنتخب عفوا العراقي، اليابان اليوم ما طلع بالصورة المطلوبة، يعني الوحيد اللي جاي بقوة يعني حتى المنتخب الكويتي اليوم مباراة عمان يعني في آخر الثواني خطفها عبر الهندال. فيعني الوحيدين اللي بينت نواياهم التنافسية للبطولة من وجهة نظري أنا حاليا منتخبنا الوطني بالإضافة إلى منتخب القطري. آخر خمس بطولات حصل عليها المنتخب القطري 4 نهائيات مع المنتخب البحريني، يعني فمتوقع يعني اليوم حتى لو تلاحظ المجموعة، لا واثنين منهم في البحرين بعد أحسن. توزيعة المجموعة إذا مشت الأمور بما يعني صدارة في النهاية بيوصلون على النهاية. عموما لاحظ يعني مثل ما ذكرت أبو عيسى، المجموعة الأولى بينت، بتكلم على 4 اللي راح يكونون في المجموعتين في الدور القادم، اليابان والإمارات الآن بمجموعة بانتظار نتائج اليوم المباراة اليوم، وايضا هناك العراق والبحرين في مجموعه بانتظار ايضا مباراه قطر والكويت وايضا كوريا وايران. اي نعم، الخاسر من ذي المباراه راح يكون مع البحرين، والفائز راح يكون مع اليابان والامارات، والعكس المباراه الثانيه. اوكي. بجاسم بشكل سريع باختصار تقييمك للمنتخب الكويتي قبل ليله هالمباراه. نعم، مثل ما قلت لك ابو حسين وتفضل ابو عيسى، في العديد من الفرق يمكن نواياهم اللي كانت واضحه ويمكن قاعد يمشون البطوله في اريحيه تامه، المنتخب القطري والمنتخب البحريني، ولكن لازم نحط نقطه في عين الاعتبار، المنتخب الياباني منتخب ايضا ثقيل، وكذلك المنتخب الكوري يمكن تدرجهم في دخول المباريات ما كان بالشكل المناسب، ووصلوا لمراحل ممكن صعوبه في اخذ المباريات، ولكن نحط في الاعتبار 15 يوم، من خلال 15 يوم في هناك 8 مباريات، اذا نتكلم عن المنتخب البحريني ولا المنتخب الياباني وصولا للمباراه النهائيه، 8 مباريات في 15 يوم تحتاج توزيع جهد. أوكي. جهد عشان بس لابد اللاعبين بيدخلون بشكل سريع. يعني كم نقطه بتكلم فيها، المنتخب الكويتي ما ظهر لحد المستوى. نعم، للحين ما انكشفت الأوراق بشكل كامل المنتخب الكويتي، في استعدادات جيدة للمنتخب، في قراءات مميزة، في أيضا عناصر على مستوى عالي جدا، بالإضافة إلى مثل ما نقول بدلاء ممكن استعانة فيهم بشكل جدا بس مميز. أنت تقييمك بشكل عام مباراتين لعبوهم، نعم، يعني مع المنتخب العماني في آخر ثانية محمد الهندال، وايضا مباراه تايبي. نعم، مباراه كانت حرجه مع المنتخب العماني، كان بالامكان يمكن نودع البطوله الى حد ما، ولكن ظهور بمستوى تصاعدي ممكن اليوم يبان صوره المنتخب الكويتي بشكل جدا اكبر مقابله مع المنتخب القطري، وتظهر ملامحه بشكل افضل من خلال أوكي. هذه البطوله. كابتن هيثم، اليوم قطر طبعا اللي يملك دفاع قوي اكيد، يعني خاصه في منطقه الوسط كان يعني هناك اسماء كثيره، لذلك اليوم اعتقد المنتخب الكويتي يجب أن يقرأ المنتخب القطري. نعم، في فوارق فنية في أفضلية نوعا ما للمنتخب القطري. آخر مباراة تلعبوها في الألعاب الآسيوية انتهت بفارق تقريبا 5 أهداف، 29 قطر 24 الكويت، قدم الكويت مباراة كبيرة. صحيح. في هذه المباراة اليوم ظروف البطولة تختلف، قراءتك لهذه المباراة؟ أول شيء المنتخب القطري كان عنده استقرار فني طويل مع المدرب الإسباني اللي هو فاليرو، ففترة طويلة على مدرب واحد هو اللي صانع البطولات ذي كلها، فتغيير الحين طبعا يا ابو مدرب اللي هو الصربي اللي هو غوران جوكوفيتش، مدرب مو غريب على كره اليد القطريه، مدرب الدحيل القطري. اتوقع قطر فريق يحتاج للتغيير لان عنده لاعبين كبار في السن،
عنده كابوتي عنده فرانكيز. فرانكيز كلهم أعمارهم 36 سنة. أيضا يوسف بن علي أحمد عبد الحق كلها لاعبين شوية أعمارهم متقدمة، فالفريق يحتاج إلى التغيير. لكن مثل ما تفضلت أخوي أبو حسين، أنا من وجهة نظري اليوم بجاسم أن أقوى دفاع في البطولة دفاع المنتخب القطري، يعني يلعب كل سلاسة 6-0، انضباط تفاهم بين اللاعبين بحكم أيضا أنهم لاعبين فترة طويلة مع بعض. نعم قول لي السمي انتقل ولا أوكي. عموما هذا الفريق طبعا نزل أرضية الملعب، ومباراتنا القادمة راح تجمع المنتخب القطري والمنتخب الكويتي، وهذه أسماء البدء في أسماء لاعبين الكويت. شكرا كباتن، شكرا كابتن هيثم، شكرا كابتن محمد. إذن مشاهدينا ننتقل بشكل سريع لزميلي حسين الأحمد للتعليق على مجريات الشوط الأول لمباراة الكويت وقطر في ختام مباريات هذه المجموعة. تفضل يا أبو علي. 21 محمد فواز، 22 حسن صفر، 23 سيف العدواني، 30 عبد العزيز الضفيري، 33 مشاري الشمري، 44 محمد غضنفر، 66 عبد العزيز سانين، and 84 حيدر دشتي. The officials for team A: official A فيصل الشمري، official B محمد علي مسعودان، official C سيد حجازي، official D أيمن شيخ، and official E محمد مهدي بكوش. And now for team B قطر: 11 مراد عبد الرزاق، 1 ماركوفيك زاركو، 7 مددي أحمد، 9 كابوتي رافائيل، 10 مارزو فرانكيس، 12 لابينيكا بلال، 13 مميسافيك إلدار، 22 طارق عبد الرحمن، 23 براشد علاء الدين، 24 سنان وجدي، 33 توميك ماريو، 41 يوسف بن علي، 44 أمين غوهس، 88 هيبة مصطفى، 94 زكر أمين، and 98 سولجاكوفيك أنادن. The officials for team B: official A المعلم يوسف، official B زوكي غوران، official C لارنبيد بابلو، official D سارك دانييل، and official E خوكيدي شكري. Please welcome our referees for this match from Korea, Mr. Bono Koo and Mr. Seok Lee. Technical delegate officials, Dr. Chatchai Sangsugiluk from Thailand and Mr. Lee Xiaomeng from China. Asian Handball Federation official, Mr. Minoru Nakara from Japan. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Kuwait. For the national anthem of Qatar. We'll be right back.
let's start the match and enjoy the fair play. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام أينما كنتم في الوطن العربي في الخليج العربي في بطولة آسيا 21 لكرة اليد، لقاء العنابي والأزرق، لقاء قطر والكويت، الكويت وقطر، ومن يتصدر المجموعة من صالة خليفة هنا في هذا اليوم، يوم جميل علينا وعليكم، يوم الثلاثاء 16 جانيوري 2024. فبالتالي هذه تشكيلة المنتخب الكويتي، مباراة لا تقبل القسمة، الكل راح يبغى يبتعد عن اليابان، يبغى يبتعد عن لا يكون موجود في مجموعة اليابان، يبغى يبتعد عن لا يكون مجموعة هناك كوريا. وبالتالي راح تشوفون الأربعة هنا، أربعة وهنا أربعة، يعني الآن قطر من يكون وياها اليابان، من يكون معاها الإمارات، من يكون معاها كوريا أو الكويت. وبالتالي الأمور جميلة، راح تكون هناك أيضا مجموعة أخرى موجودة في أرضية الملعب. كل التقدير وكل التحايا لكل من يحضر هناك، رئيس الاتحاد القطري الأستاذ أحمد الشعبي، وأيضا الأستاذ حمد النعيمي، والأستاذ خليفة الجاسم، وهناك محمد الملا من قطر، وبينما الكويت هناك من يحضر الأستاذ شبيب الهاجري، خالد طالب قائد العدواني. وبالتالي استمعنا متابعينا إلى الاستديو التحليلي، كان هناك الأستاذ عبد الله حسين، وأيضا الدكتور هيثم الخاجة، وأيضا هناك الدكتور محمد السماك. إذن كان هناك يتحدثون عن كل صغيرة وكبيرة، بينما حضور ممثل الاتحاد الأسيوي للاتحاد الدولي الأستاذ بدر ذياب، والدكتور الله هذول خارج التشكيلة قاعد يشاهد قاعد يرسل، وهناك أيضا هذا هو فرانكيس مارسو اللاعب المتألق الذي احترف في الكويت، وهناك أيضا الدكتور أحمد أبو الليل مدير تنفيذي، هناك عبد الله ذياب، وهناك أمير البرواني. والله حضور كبير نكادة وتتشاي المراقبين، طاقم تحكيم كوري لي أوين، أيضا هذا هو علي مجيد. علي مجيد العاشق للكويت والعاشق للأحمر والعاشق للنجمة. الله، إذا ننتظر بداية الشوط الأول. الله، حضروا أهل الكويت، وصلوا أهل الكويت. أنا كويتي، أنا قطري، أنا بحريني، أنا سعودي، أنا عماني، أنا إماراتي، جول الخليج كلاسيكو خليجي بنكهة أسيوية. من وين؟ من مملكة البحرين وعلى صالة خليفة. الله، إذا بداية الشوط الأول، يسدل الستار عن التعبير وعن كل شيء. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. تتحدث عن الأمور موجودة، خطأ يشير الحكم، طاقم الكوري سلامات يقول ضربني بوكس للاعب رقم 33 مشاري صيوان من نادي الكويت فرانكيز. وبالتالي هنا الحكم يقول ما فيها شيء. الله، نهائي مبكر، الكل يريد أن يصل يا ابن عباس إلى كأس العالم. أربع كراسي تنتظر، ثمانية منتخبات في البطولة الآسيوية. عبد الله خميس ابن الوز عوام، هذا هو الأنيق الجنتل رقم 5 الكابيتانو، تلعب الكرة سلسلة عمل الصالح. وبالتالي هناك خطأ يشير الحكم لمصلحة المنتخب الأزرق إلى الموسوي، وبالتالي الهندال مخالفة المشي، تذهب الكرة لمصلحة العنابي. أول منتخب خليجي وعلى مستوى العرب في بطولة العالم 2015، المنتخب القطري مركز الثاني أمام فرنسا، من وصل لنهائي العالم لا يوجد منتخب خليجي وعربي. قطر وصلت للمنتخب لوصافة بطولة العالم، تلعب الكرة، يا سلام عليك فرانكيز مارسو
في أرضية ملعب يسجل هدف جميل من ارتقاء والتصديات. ويا سلام الأمور جميل جميلة جميلة، تصدي جميل من الحارس المتألق. أنا دين سول ماكوفيتش. إذا الكرة لمصلحة المنتخب القطري. مصطفى هيبة، هذا هيبة مصطفى صانع اللعب، لديه الباك اليمين ويمشي. وين يا فرانكي؟ صلاح الحلول مع عبد الله خميس تلعب الكرة. دفاع عبد الله مر، عبد الله لعبها، وبالتالي هناك خطأ لمصلحة المنتخب الأزرق. سعد الله حيدري نادي كاظم تلعب الكرة. عزيز الشمري لاعب الكويت، موسوي لاعب الكويت، الجناح الطائر الأنيق في أرضية الملعب. عبد الله الهندال، تقاطعات يا محمد نادر في حيحيل، اضرب يا محمد، سجل يا محمد. فبالتالي الأمور جميلة، ارتقاء من الهندال إلى فرانكيس، تعود الكرة هجمة سريعة لمصلحة المنتخب القطري. مصطفى هيبة والمدرب يأتي باللاعب رقم واحد زاركو ماركوفيتش، وهناك نادين سولوف ماكوفيتش. فبالتالي الأمور جميلة، المنتخب القطري 4 دقائق مضت على بداية الشوط الأول. يرهب، اصرخ فأنت موجود يا عزيز الضفيري. وأيضا الكرة تضيع على الأزرق، مباراة مشتعلة، سخونة في أرضية الملعب، نار على قولتنا فلفل. فبالتالي هكذا ماركو زاركو ماركو فيتش. فبالتالي الأمور جميلة متابعينا في كل مكان. المنتخب العنابي أمام اختبار، أمام تكتيك، أمام كل شيء. نعم نتواجد هنا من أجل أن نكون في أرضية الملعب، سلسلة موجودة. وبالتالي هنا عبد الله خميس الأنيق الكابتان، وهذا فرانكيس ماركو. فرانكيس من المميزين في أرضية الملعب مع المنتخب. الله، خطأ يشير الحكم على لاعب المنتخب الكويتي. الأمور شوفوا الارتقاء على مشاري صيوان. يا سلام عليك يا مشاري، دفاع وبالتالي التصدي. عبد الرزاق يسجل، العنابي أمام الكويتي. فبالتالي شوف التصويبة، تصدى الضفيري، وبالتالي عادت لعبد الرزاق مراد، الجناح الشمال للمنتخب القطري. ولعوها، شعللوها. منتخب القطري لديه نجوم تتحدث عن أحمد الشعبي رئيس الاتحاد، خليفة الجاسم، صالح حسن من نادي السد، وأبناء الخاطر. هناك مطر، أمان، فهد أمان، وعيد أمان من نادي الريان، وتصدي جميل. هناك أيضا من نادي العربي محمد صقر، علي الخياط، عبد الله النعمة، وهناك أيضا الأخوان أحمد ومشعل. الله، وهناك أيضا في نادي الأهلي أبناء أمان، أحمد سعد، ناصر سعد، عبد الله سعد. أنت تتحدث عن ثاني العالم، عن المواجهات الموجودة. إذن هنا تلعب الكرة 2-1، 7 دقائق مضت من الشوط الأول. الأزرق أمام العنابي، وراح أتحدث عن المواجهات اللي لعبوها، تواجهوا في السنين الماضية أمام المنتخبين. أنت تتحدث عن الكويت والقطر، لعبوا في سنة 2014 لما تفوقت قطر 31-23، ولعبوا في 2016. لا ما تواجهوا، ولكن كانت الأمور لمصلحة العنابي.
سيطر على البطولة من 2014 إلى الآن. العنابي هو المسيطر على بطولة آسيا، لكن من وصل إلى كأس العالم أمام فرنسا 2015 وحقق المركز الثاني هو العنابي القطري، فبالتالي تلعب كرة، يا سلام عليك، يسجل ماركو فيتش، وفيتش يا ماركو، وسجل يا ماركو، والعب يلعب العب على السنين وعلى الأيام. الترتيبات التنظيمات الموجودة هنا في مملكتنا الحبيبة، كل الشكر لهيئة الرياضة، كل الشكر المتطوعين، كل الشكر المنظمين، كل الشكر لكل اللجان التي أتت لتعمل من أجل النجاح. يا ابن الحداد، إذا تلعب الكرة لمصلحة المنتخب الكويتي، أبو عبد الله خميس، خميس يا خميس يلعبها سلسلة مرت، لكن هو أنا ديسولو ماكو فيتش، بالتالي يرتاح. تمريرة موجودة للجناح، فيها دقيقتين، فيها فعلا الحكم يعطي دقيقتين لأن هناك اعتراض يمشاري يصيوة. نجح المنتخب القطري، هذا المدرب، هناك المنتخب القطري داركو وبابلو وساريتش من المدربين في التحرير في أسبانيا. الله، وبابلو أسباني وسيرج أسباني، يوسف بن علي متخصص، فبالتالي وين وديتها يا يوسف؟ لزقت يا يوسف، سجل يا بن علي، سجل يا لاعب، يا متألق الذي لعبت في برشلونة واحترفت مع برشلونة، فأنت اليوم مع العناب القطري. مباراة جميلة، حلوة حلوة حلوة، الله على كل شيء. إذا تلعب عبد الله هندال، عبد الله إلى الموسوي، إلى اللاعب أيضا الأسعد، وبالتالي وين راحت يا سعد؟ إلى خارج الملعب لمصلحة، أيضا هنا ضاعت، راحت لمصلحة المنتخب الكويتي. الله، وعاشت لنا الكويت، الكويت وعاش وهلها، هكذا الأمور والجماهير الموجودة. أنا العنابي، أنا الله، وشوميلة شوميلة يم الهدب، راعي الهدب شوميلة، فبالتالي هكذا هناك في قطر يرددون بالشيلات القطرية، وهناك في الكويت بالشيلات الكويتية. تلعب تقدم الدفاع، الموسوي، عبد الله، عبد الله الكابتن والخميس، عبد الله العمل، الهندام، الهندال راحت إلى الموسوي. هنا التالي يشوف المدرب يريد أن يلعب بالزيادة، الدفاع، أبو عابد، يا أبو عابد، يا أبو عابد، يا أبو عابد، يا أبو خميس، أنت الأنيق، الجلتم في أرضية الملعب يسجل، يا سلام يا سلام. 4-2، العنابي ناوي والكويتي ناوي، الكل يريد الصدارة والكل يريد، يا سلام عليك يا فران، يا سلام على التمريرة يا فران، لعبتها يا فران، وبالتالي هنا يتألق، يأتي من ماريو توميك، يحترف هناك في كرواتيا، يسجل عبر سلسلة جميلة وأسس جميل من فرانكيس. هذا فرانكيس يا جماعة، حافظ حافظ اللاعبين الكويتيين، لأن احترف ولعب هناك أيضا في الكويت. يا سلام عليك يا فرانكيس، لاعب مميز، الكل يريد فرانكيز، لعب في النادي الكويت الكويتي. تلعب الكرة، تقدم، تعطيل، تراجع، عملية فك الشفرة يا الهندال، لعبها لعبد الله، عبد الله والمرور، عبد الله يبحث، يا ولد يا ولد، والله قفلها 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 قفلها. أنادين سول ماكو فيتش، برافو عليك فيتش، فيتش يا أنادين، قال ما راح أفك الشباك، راح أسكر. حاول فيها الكويتي، حاول فيها عزيز سالمين نادي القادسية، ما عليش يا عزيز، أنت عزيز يا عزيز، مهما ضيعت يا عزيز، إذا تلعب الكرة إلى ماركو زاركو، ماركو فيتش إلى فرانكيز، مصطفى هيبة، هيبة يا هيبة، تلعب إلى زاركو ماركو، الله، والله ناويل قطر، ناويل هذا البحرين الأحمر راح يكون مع العراق، وأيضا راح يكون مع من؟
الكويت اذا خسرت اذا تلعب كره فاست بريك هاي بلعبها يا ولد. يا سلام عليك، برافو عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز، انت اقفلت امام هذا المدرب ساركو الذي درب في الدحيل وايضا كان هناك مع اسبانيا وكان ايضا هناك بابلو. حضور كبير في الامور الجميله، حضور الاستاذ علي عيسى اسحاقي رئيس لجنة عليا ورئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد، كبار الشخصيات حاضرين، مدير البطولة الأستاذ مجدي ميرزا حاضر، وأيضا أعضاء الاتحاد الآسيوي حاضرين، الأستاذ بدر ثياب أبو ناصر هذا الطاقم، كوري موتشوش حلوة حلوة، كرة لمصلحة المنتخب الكويتي. الله هذا سيف ابن قايد، يا سلام لعبه، فبالتالي كرة اللي خرج ملعب ابوه موجود قايد العدواني ايضا عضو والامير في الاتحاد الكويتي موجود، شبيب الهاجري موجود، خالد طالب موجود، وايضا هناك قايد موجود حضري الممكن هناك، لكن متى تاتي للاتحاد القطري موجودين، فبالتالي كل الشكر كل التقدير حقيقه للجنه الاعلاميه وايضا لجنه السكرتاريه هناك عبد الله شريف وحسين معتوق يعطيهم العافيه، سهر ليل نهار من اجل نجاح، وايضا هناك في السوشيال ميديا يضعون كل صغيره وكبيره تلعب الكره الى ماركوفيتش فرانكيز لعب لهيبه، هيبه هو اسمه هيبه، بالتالي هيبه العنابي يسجل يوسع الفارق لاربعه اهداف، ونلعب يا عبد الله يا شريف في الدقيقه 14، وتعال هنا يتدخل المدرب للمنتخب الكويتي سعيد حجازي ومحمد مسعودان وفيصل الصيوان، وايضا هناك لطلب الوقت المستقطع عبد العزيز الزعابي موجود، منتخب الكويتي الازرق تتحدث عن الكويت بطولات اسيا زي الاسيويه 95 2000 وايضا هناك في ايران و2002 وايضا 95 في الكويت 2004 في قطر 2006 ايضا بطوله اسيا هذه اللي حققها الكويت يا جماعه، اربع بطولات حققها الكويت في بطوله اسيا، لكن قطر خمس بطولات. مدرب حجازي درب في السليبيخات في الكويت في العربي في الفحيحيل في بركان، لكن لما تتحدث عن لاعبين القدامى في الكويت الله الله حاضرين، يوسف الفضلي، عبد العزيز البلوشي، صالح المهنة، مشعل السويلم، علي مراد، والدكتور خالد الشرجي، عيسى عبد القدوس، اسماعيل عبد القدوس، عبد الخالق عبد القدوس، جاسم ثياب، عبد الله ثياب، سعد العازمي، عبد العزيز زعابي، وهناك فيصل صيوان، حسين صيوان، وايضا رائد. الله دوم الابتسامة موجودة يا استاذ يا بدر، ممثل الاتحاد عن قارة آسيا في الاتحاد الدولي، وشبيب الهاجري والأستاذ علي عيسى وأحمد الشعبي. الله الخليج موجود، اتحاد الكويتي، اتحاد البحريني، اتحاد القطري، كلهم موجودين تحت سقف واحد، خليجنا واحد. يلا يا الموسوي، أوه هذا ما لحل الموسوي يبن العليوات، هذا ما لحل ما لحل ما لحل، وبالتالي هنا صالح الموسوي يسجل، يا سلام عليك يا صالح، يقلل الفارق إلى أربعة أهداف، سبعة مقابل ثلاثة في الدقيقة 15. هناك عبد الهادي مراد، صالح أنس وليد الحجرف من اللعبة، وهناك عبد الله أو عبد الرضا البلوشي لعبوا مع الكويت أيام الكويت، خطأ لمصلحة مصطفى هيبة، تتحدث عن الكويت بعد ما فرملة كوريا في عام 95 حققت الكويت الأول آسيا، وعام 2000 حققت 2002 آسيا، وأيضا 2004 آسيا، و2006 آسيا، ثم أتت كوريا، كوريا كوريا وقفتها قطر في 2014، قالت لها ستوب دونت موف أو ويل تيك ذا آسيا تشامبيونشيب. العنابي من 2014 إلى الآن هو متصدر آسيا، رمية 7 أمتار، يوسف بن علي لاعب المميز في أرضية الملعب أمام الحارس الضفيري،
هل يسجل؟ الله الله يا يوسف يا بن علي ابتسم. اللاعب الأنيق في أرضية الملعب يتصدى السيف العدواني الهدال يا الهدال وروح يا الهدال، فبالتالي خطأ يشير الحكم. عنابي أزرق أحمر أخضر أبيض يرهبون أبناء الخليج. الله خليجنا واحد وشعبنا واحد، يعيش يعيش فليعيش. الله أكبر يا خليج، الله أكبر. فعلا رعب، سوف نعود ويعود وتعود بطولة الخليج إن شاء الله. تلعب كرة سيف العدواني، سالمين الهندال دفاع يتحرك يمين شمال شمال يمين، وبالتالي سالمين يتحرك سيف سيف، سقوط في أرضية الملعب. دقيقتين على اللاعب رقم 94 أمين سكار من نادي الريان، ما يعرف يقول له ما ستعيدها يا مخرج. خلينا نشوف. فعلا انت وضعت يدك، قانون قانون، وضعت يدك على اللاعب الحكم خوفا من إصابة هذا اللاعب الأنيق البطل الفيوتشر إنه سيف العدواني. إذا تلعب الكرة سيف هل يستفيد المنتخب الكويتي من النقص؟ سالمين العقل المدبر الموسيقار يا الهندال، مسكوك يا الهندال، خطأ يشير الطاقم لمصلحة الكويت. الله مباراة تعيش نهائي كبير، حضور متابعة. سالمين راحت لعزيز، عزيز يا عزيز. اوه نووي اصرخ يا ابن الشمري من الزاوية الصعبة، لا مستحيل امام هذا اللاعب. يسجل عزيز، ياتي عزيز ابن الكويت. الله يا سلام عليك يا عزيز. 2014 في البحرين فوز على عمان. الله العاب الآسيوية 2006 في قطر الأول، في كوريا الثاني، والثالث 2023. شلع سقوط في أرضية ملعب فرانكيس. برافو يا الضفيري، غيابات كبيرة هناك أيضا. إلى الآن لم نشاهد حسن صفر، لكن إبداع من الحارس ابن الضفيري. أيضا هناك ليس موجود أيضا اللاعب الغربلي عبد الله ولا علي صفر، لربما للإصابة، لربما للإصابة. لاعبين مبدعين مميزين. تلعب الكرة سالمين الهندال، يا سلام عليك الهندال، وين يا الهندال، وين وديتها يا الهندال، إلى خارج الملعب يا الهندال من نادي الفحيحيل. معليش معليش معليش، يحبونك يا الهندال، اسم جميل يا الهندال. وبالتالي تلعب منتخب القطري مصطفى هيبة. هيبة والله، إذا قلت هيبة فاسم هيبة نادي الدحيل. الله العنابي القطري. الله تلعب الكرة لمصلحة المنتخب القطري. عبد الرزاق مراد تلعب، راحت وجت زاركو ماركو، فتش خطأ لمصلحة المنتخب العنابي. ما راح أتحدى لما أجيك أقول لك المنتخب العنابي عمل المستحيل في البطولات. يا سلام عليك، يتحدثون عن كأس العالم في بولندا والدنمارك 2021، عسكروا في البوسنة. الله لعبوا مباريات ودية مع العراق مع الجزائر. إنهم العنابي القطري أبناء تميم على العهد والوعد جين. الله حد يرددونها، يحبونها قطر. في ألمانيا 38 54 في السويد، شاركت أيضا في كأس العالم في ألمانيا الشرقية 58. تعال تعال، ولا مشاركة لهم متواجدون في كأس العالم. هدف يأتي لكن يتذكروه كأس العالم 2015 الثاني، الأفضل مركز حقق العنابي. هدف يأتي، 10 دقائق متبقية، 9 مقابل 5 فارق الأربع أهداف لمصلحة العنابي القطري. الله يرددون هناك في قطر
شوبيلة شوبيلة راعي الهدف. الله تلعب الكرة يا سلام. بطاقة صفراء تأتي أيضا هدف جميل. شوف السلسلة شوف القصة لما لعبها زاركو ماركوفيتش فبالتالي سجل وبالتالي يأتي بهدف. يا سلام عليك 10-5 فارق الخمسة أهداف. الله يرددوا يعشقون الأهازيج هناك في قطر. شوميلة شوميلة يم الهدف راعي الهدف شوميلة عالنابي. الله يذكرون تولوس أنجلوس. الله أنا العنابي أنا. شن لعب الكرة لمصلحة سعد وجه سعد تصويبه ولكن إيزي يا سالمين اصطدمت ضربت في اللاعبين وبالتالي وين راحت سهلة في يد الحارس المتألق في أرضية الملعب. يا سلام عليك يا سلام عليك يا حارس يا فنان. وبالتالي سولو ماكوفيتش مميز تلعب الكرة لمصلحة المنتخب القطري. جابوه الأسمراني يا عبد الرزاق يا معاذ وبالتالي عبد الرزاق مراد عبد الرزاق يسجل. المدرب داركو يأتي برافائيل كابوتي نادي الدحيل. المشاركة الأولى لرافائيل كان خارج البدايات في المباريات الأولى. رافائيل كابوتي يا سلام عليك يا الأسمر. إذن 11-5 8 دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول. سالمين سالمين إلى أسعد فبالتالي سعد 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 إلى سالمين هنا يا سلام يا ولد. محمد الصانع نادي اليرموك لكن هناك زاركو ماركو وبالتالي لا يمكن أن تتصدى أنت يا حارس. هنا الحارس مانود أنا دير سولو ماكوفيتش يتصدى إلى الصانع لعبها موسوي يا صالح. هذا مش الموسوي هذا اللاعب محمد العريان من نادي بركان لم يسجل فبالتالي يرهب 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 يزعج أنا دير سولو ماركوفيتش. تلعب الكرة 11-5 جمهور أتم الكويت جمهور أتم قطر جمهور أتم الشرقية جمهور موجود في أرضية الملعب. تلعب الكرة مصطفى هيبة سلسلة تقدم الدفاع 4-2 لمباهته وعلاج تروح الكرة إلى زاركو يا ولد يا فنان. ماريو تومك هذا محترف في كرواتيا محترف. شوف التمريرة أتت من مين من زاركو ماركوفيتش. سلسلة موجودة لعب موجود تسجيل موجود فبالتالي الأمور جميلة في أرضية الملعب. تعود الكرة لمصلحة المنتخب الكويتي. عبد الله الخميس يعود المدرب سعيد حجازي بعبد الله الخبرة عبد الله الكابيتانو. سالمين وين راحت يا سالمين ضيعت يا سالمين مررت يا سالمين لكن التغطية الدفاعية للمنتخب العنابي القطري مش عاطي فرصة. المدرب أخرج فرانكيز وأتى بي رافائيل كابوتي ومصطفى هيبة في صناعة اللعب وعنده هناك اللاعب رقم واحد اللاعب زاركو ماركوفيتش باك الشمال والباك اليمين. رافائيل كابوتي في اليمين وفي الشمال وهناك في اليمين هناك أيضا زاركو إلى مصطفى هيبة لعبها للجناح. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد سجل سجل سجل. سلسلة جميلة موجودة من الزاوية الصعبة يا علاء الدين بن راشد. علاء الدين بن راشد يسجل هدف ولا أحلى في الخيال من مصطفى هيبة لما لعبها الأسيست الجميل. يوسع الفارق إلى 8 أهداف 5 دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول. تلعب الكرة في الباك اليمين هناك زاركو وهنا تلعب الكرة لعبد الله. عبد الله
إلى عزيز، عزيز الشمري، عزيز يبحث، إلى عبد الله، إلى سالمين، سالمين روح، سالمين روح، سالمين سجل، وبالتالي يا سلام عليك محمد العريان. شوف والله سالمين إذا كان موجود معك سالمين، شوف التكتيك بإمكانه أن يشوت، لكن عطاها لاعب الجناح اليمين ليسجل. يا سلام عليك، مباراة جميلة جدا، تعال استمتع مع الأجواء الجميلة هنا في أرضية الملعب من بطولة آسيا 21 هنا في صالة خليفة. تلعب الكرة رافائيل كابوتشي، مصطفى هيبة، وبالتالي هيبة، يا سلام عليك اضرب يا كابوتشي، وبالتالي الكرة جابوها، يا بوها يا بوها، برافو عليك يا الضفيري، تصدي جميل، الكونتر اتاك ممكن يسجل، راحت عليك، إن لم تسجل راح يسجل، اضرب بقوة وسجل بقوة على الدين بن راشد. لا لا، ما الذي يحدث؟ شوف الكرة بوم في أرضية الملعب، تتحدث عن كرة جميلة. إذا تلعب الكرة 14-6 فارق لمصلحة المنتخب القطري، 8 أهداف. تلعب الكرة الهندال سالمين، هذا هو الكمبيوتر، عبد الله الخميس إلى الهندال إلى عبد الله، يا سلام عليك، قطعها عبد الرزاق فيها دقيقتين، لكن الحكم يعطي الأدفانتج وخطأ على سالمين، لا مش على سالمين، على الصانع، على الصانع، برافو، يقول له مخ مخ فكر، كاد أن يخرج، لكن الحكم استخدم روح القانون في أرضية الملعب الأزرق. 3 دقائق على نهاية الشوط الأول، كرة لمصلحة المنتخب القطري، رافائيل، مصطفى هيبة، زاركو باركوفيتش، تقاطعات على الدين بن راشد، خروج اللاعب الدائرة، فبالتالي تمريرة 2 ماريو توميك إلى رافائيل، مصطفى إلى من؟ زاركو، ولكن برافو عليك يا الضفيري، أقفلت الشباك يا الضفيري، لم تعطي فرصة يا الضفيري، فبالتالي تعود الكرة للأزرق. 2:30 على نهاية الشوط الأول، والتقدم لمصلحة العنابي، الله، جميلة جدا. تحدث عن المواجهات بين الكويت وقطر في 2014، الله، الكويت خسرت 31 قطر مقابل 23، تلعب الكرة، وأيضا في المواجهات في بداية الأدوار، لأن قطر ما خسرت في بدايات الأمور، كان هناك توقف، تعود الكرة لمصلحة المنتخب الكويتي. يا ولد، يا سلام عليك، يا هندسة، يا مدرسة، يا الصانع، تفعل كل خير يا الصانع، لعبت يا الصانع، يا محمد يا الصانع، صنعت وقللت الفارق إلى 7 أهداف. 1:12 على نهاية الشوط الأول، والتقدم قطري عنابي. أبناء تميم، على العهد والوعد جينا. هنا تلعب الكرة مراقبة رافائيل كابوتشي في أرضية الملعب، مصطفى هيبة، سلسلة اللعب، يا سلام عليك كابوتشي لعبها، ولكن هناك عملية الديشينج، عملية هنا، الله يا عبد الرزاق، يا مراد، يا مراد يا صغير أنت، وبالتالي هناك أيضا، الله، شوف المخ، مخ، I have my mind to use it to concentration to steal the ball، هكذا يقول عبد الرزاق مراد، مراد عبد الرزاق، فبالتالي يتدخل المدرب داركو وبابلو وسارج بطلب الوقت المستقطع للمنتخب العنابي. الله، مباراة جميلة جميلة، سريعة 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 جدا، يتحدثون عنها، الله، سيلفي مع الإبن، الله يحفظكم إن شاء الله، الله يحفظكم، الجماهير يتبل الكويت،
وايضا هنا نشاهد ايضا هذا الابناء العليوات فايز وعبد الحكيم حكيم العليوات وفايز ابو سالم ونادر. الله اساطير التعليق حاضرين يا ابو سالم، حضور جميل يا ابو سالم. وهنا ايضا هذا الرجل الاخر اللي يشجعون، والله اليوم نشاهدهم هنا في أرضية الملعب ليحضرون ليتابعون معشوقتهم كرة اليد بطولة آسيا من صالة خليفة. وبالتالي أيضا هناك أيضا آخ على هذا الحارس، أعطني حريتي يا نادين سول ماكو فيتش. وبالتالي فيتش إذا تلعب الكرة لمصلحة مصطفى هيبة هل يستغرقون 30 ثانية يا أنادين؟ هنا تلعب الكرة زاركو مخايل، هذا هو يسأل الله. فبالتالي هناك مخالفة، كاد أن يسجل زاركو ماركو فيتش، لكن الحكم عبد الله التقط الكرة داخل منطقة الستة أمتار. تقاطعات إلى زاركو إلى رفائيل كابوتي إلى مصطفى هيبة، كابوتي. وبالتالي أيضا هل يسجلون؟ روح يا الأزرق، سجل يا الأزرق. الله عليك الله، يا سلام عليك، الصراخ يا لاعب انت. فبالتالي الامور موجوده، وهنا يطلق الميقاتي صافرته، يحمد الله يشكر الله، يسجل حيدر دشت السالميه. يلا يا حيدر، هذه الاعاده بوم في ارضيه الملعب، يسجل يقلل الفارق 14-8، فارق الست اهداف لمصلحه المنتخب العنابي القطري. نعم كلاسيكو خليجي بنكهة خليجية أسيوية ميبية. الله يا زمان الكويت، وينك يا عبد الله حسين؟ اسأل الدكتور السماج واسأل هيثم، يتذكرون تاريخ الألفية ويتذكرون تاريخ 1999، ماذا فعلت الكويت لما حققت 2004 وحققت 2006 و2008 آسيا، ولما هناك حققت 95؟ اسألهم على الأزرق واسألهم على العنابي القطري. تتذكر يا عبد الله 2015 بطولة العالم قطر المركز الثاني أمام فرنسا؟ إذا متابعينا الكرام، نتحول للاستوديو التحليلي للعباقرة الكباتنة أسطورة كرة اليد في الخليج عبد الله حسين، الدكتور السماج الله، والأستاذ هيثم الكابيتانو، أيضا الخاجة عبد الله لك الكلمة. الياسي نلقاكم مع الاستوديو التحليلي. شكرا للزميل حسين الأحمد، يعطيك العافية يا أبو علي. الشوط الأول ينتهي بفارق 6 أهداف للمنتخب القطري، 14 قطر 8 الكويت. بداية غير موفقة للمنتخب الكويتي في ال 13 أو الجزء الأول من الشوط الأول، بالمقابل بداية وأفضلية للمنتخب القطري تقدم فيها بفارق 5 أهداف في بداية هذا الشوط، وفرض سيطرته من بداية هذا الشوط وأخذ الأفضلية في الشق الدفاعي وأيضا الشق الهجومي. بعدها حاول الكويت تقليل الفارق لكن هناك أخطاء كثيرة، نسبة تسجيل أعتقد جدا قليلة 8 أهداف في هذا الشوط وإضاعة الكثير من الفرص. إذن كابتن هيثم، بداية بشكل عام قراءتك لهذا الشوط، عندنا بعض التفاصيل بنسولف فيها لكن بنظرتك لهذا الشوط من خلال ما قدم الفريقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء المنتخب القطري لعب فول تيم، لعب بتشكيلته الكاملة طبعا من مصطفى هيبة وفرانكيز وزاركو على الدين بن راشد، وعندنا عبد الرزاق مراد وماريو على الدائرة. فالمنتخب القطري جايك بالفول تيم محترم الخصم لعب الحدود، لكن شفنا مشكلة عند الكويت في الهجوم، مشكلة في التخليص. كنا نسولف أنا ويا الكابتن أبو جاسم إن مشكلة في التخليص، يعني أنت قادر توصل على خط الستة متر، قادر تنفرد لكن ما في تركيز متصويب على الحارس، يعني كل كرة تضيعها قاعدة تي هدف عليك. أغلب أهداف المنتخب القطري كانت من الخط الأمامي، كان يعمل حركة بسيطة، مجرد الجناح اليمين اللي هو علاء الدين بن راشد ينزل لما الكرة تكون عند فرانكيز مفروض مو غريب على المنتخب الكويتي، يعني كلهم يعرفونه يلعب في الكويت الكويتي، فالحركة سهلة، مجرد الكرة عند فرانكيز يندفع على النص، يا أنه يسقط على الدائرة يا أنه إذا ما حط طلع لا يضرب وصير فراغ عند المدافع رقم واحد. وشفنا زاركو
مرتين دخل بكل أريحية، فمشاكل وايد في دفاع المنتخب الكويتي، ما في احتكاك يعني، ما أعتقد حل خذ دقيقتين ممكن من المنتخب الكويت. فأتوقع إذا ما تدارك الكابتن سعيد حجازي هذه في الشوط الثاني راح يزيد الفارق. نعم كابتن محمد، قراءتك لهذا الشوط بشكل عام؟ نعم أبو حسين، يمكن من بداية الشوط الثاني ومثل ما قلنا قبل الاستوديو، فعلا المنتخب القطري منتخب ثقيل جدا ويلعب بهدوء ورتم جدا مميز، يعتمد على عناصر الخبرة الموجودة، بالإضافة يمكن قاعد نقول احنا يمكن معدل أعمار المنتخب القطري يمكن 31 سنة، ولكن خبرة هذه السنوات الكبيرة بالإضافة إلى قيادة المدرب المميزة في بداية البطولة، يمكن أنا لاحظت الفرق الكبير ما بين آخر مباراة لعبها المنتخب القطري أمام المنتخب البحريني في تصفيات الأولمبياد، في شكل مغاير تماما من ناحية التنظيم، من ناحية بدء الهجوم، من ناحية صناعة الهجمة على مستوى الخط الخلفي. يمكن المنتخب الكويتي كان يعد بشكل كبير مثل ما هو واضح على قوة الخط الخلفي اللي تتكون من فرانكيس وزاركو، بأنه راح يكون هناك تصويب من الخارج، ولكن كان هناك في أريحية تامة من صناعة اللعب على مستوى لاعب الدائرة، شفنا تألق كبير من ماريو، سهولة في التنقل على مستوى خط الستة ما بين الدفاعات، بالإضافة إلى نزول الأجنحة بشكل جدا سهل وسلس. بس وايد كان في مساحات فاضية منتخب الكويت في منطقة الوسط، ماريو تومك لاعب الدائرة استلم يمكن أكثر من 4-5 كرات بالضبط وسجل. نعم في خروج حق فرانكيز، في خروج حق زاركو، بس ما في تغطية، ما في حسبة في الدفاع أبو حسين، هاي اللي هي حسبة كرة اليد في الدفاع. أنت لازم تحسب لما واحد ينزل دائرة ثاني، لازم تعرف من ترحل أنت، من اللي تقابله، فما في حسبة. أغلب الأهداف من الخط الأمامي، أنت ليش خايف؟ ليش خايف أنت من التصويب من الخارج؟ يعني حتى اليوم معنا عزيز الضفيري ترى في كرتين شالهم من فرانكس، راح له قبل لا يشوت، حافظ مكانه ورايح له بالضبط. نعم في تحضير جيد جدا للمنتخب على الخط الخلفي للمنتخب القطري، ولكن كانت القراءة المميزة من المنتخب القطري أو كقيادة من المدرب الاستغلال ما بين الخطوط على المنتخب الكويتي، عشان كذا قاعد نشوف يمكن التسليم والاستلام على المستوى الدفاعي في المنتصف جدا ضعيف لمنتخبنا، سهولة الاختراق، سهولة الوصول على المنتصف والاستلام، استغل هذا الجانب بشكل جدا جيد المنتخب القطري وخذ الفارق بأريحية تامة طوال المباراة، وكان في تنويع على مستوى اللعب بالأجنحة، على مستوى الدائرة، وكذلك على مستوى التصويب من خارج الساعة. بالمقابل منتخبنا الوطني أبو حسين يمكن من بداية اللعب قاعد يوصل في أريحية، وقاعد يطبق جانب تكتيكي جيد جدا ويوصل للمرمى بشكل كبير. 13 دقيقة ونص جولين بس، ولكن في المشكلة مثل ما ذكر أبو عيسى في تخليص الكرة، لما نقول أنا مشاري صيوان على مستوى الدائرة يستلم كرتين ولا ثلاث ولا يضيع، كذلك أيضا الأخطاء الفنية الكبيرة، منتخبنا من 6-7 أخطاء في الشوط الأول ما بين استلام الكرة، ما بين سقوط الكرة من إيد اللاعب، بالإضافة إلى أيضا يمكن إصرار المنتخب على اللعب في المنتصف ونسيان جوانب الأجنحة، كرتين من جهة اليمين، كرة لصالح وكرة لعزيز دخلوا من الأجنحة وسجلوا، كان بالإمكان أخذ الموضوع بشكل عرضي وتنويع اللعب على مستوى الأجنحة. كابتن سعيد غير أشرك محمد العريان، أشرك محمد الصان على مستوى الدائرة، غير في بعض التشكيلة في الفترة. السمة الواضحة كابتن هيثم أبو عيسى، اللعب الجماعي اليوم منتخب قطر، تلاحظ كرة تسلسل، دائرة سجل، الجناح سجل، الجناح مع مراد سجل، الكل سجل بالضبط، يعني قاعد يلعب كرة يد سهلة المنتخب القطري، ما قاعد يلتحم وايد ويا دفاع المنتخب الكويتي، بس احنا نعرف قوة المنتخب القطري في الخط الخلفي مثل ما تفضل ابو جاسم، اليوم لا، قاعد الحلول يقولها في الخط الامامي، لان انت كل سبب تركيزك لما يجي فرانكيز من دفع على النص، قاعد اثنين بالاثنين يطلعون له، ما يصير قاعد تفتح لي الدفاع، اللعب على الدوائر وعلى الأجنحة. بعدين أنا ما أعرف ليش اليوم عبد الله الخميس وسيف العدواني ما شاركوا وايد، يعني عبد الله الخميس لما ينزل قاعد يلقى الحلول، مشكلة المنتخب الكويتي أنت قاعد تضيع في الهجوم يا أخي، أنت كرة اليد تضيع في الهجوم على طول بيجي عليك جول، يعني لما انطرد أمين زكار دقيقتين ما سجل منتخب الكويت إلا كرة واحدة عبد العزيز الشمري من الصفر دش هنا سجلها، مطرود فريق ناقص، وبعدها خطأ فني يعني على طول، ما استغلت هذا النقص للأمان بالضبط. فمشكلة المنتخب الكويتي اليوم في الهجوم أكثر من الدفاع، شيء طبيعي، أنت لما تضيع في الهجوم راح يرجع ويجي عليك جول،
منتخب القطري نعم منتخب قوي، لكن انا اشوفه من المنتخب السابق. يعني اليوم سامح ابو حسين اول اشتراك لكابوتي اشوفه ثقيل، كابوتي وايد ثقيل. نعم. وايد ثقيل. يعني انا تفضلت فيه ابو عيسى، اليوم ما يصير تضيع كرات سهله من 6 متر في مباراه مثل هذه، تلعب مع منتخب قطر ممكن ممكن الفرصه تيك الحين ممكن ما تيك مره ثانيه من 6 متر، فكل كره من 6 يجب ان تستغلها. فبالتالي الكرات الضايعه من 6 متر في مثل المباريات مو مطلوبه. بالضبط حسين، يمكن في دفاع مثل دفاع المنتخب القطري الثقيل واللي يلعب معاك يمكن يا دوبك تحصل لك فرصه انت تسجل، بس تحسب للمنتخب الكويتي قاعد يوصل بأريحية، قاعد يحصل فرص المناسبه، قاعد يوصل من جانب التكتيكي الى يمكن ثلاث اربع كور على مستوى الدائره وما تسجل الا واحده منها او ثنتين من غضنفر، وايضا محمد الصانع سجلوا ثنتين على مستوى الدائره، ولكن التركيز على اللعب في المنتصف. وحتى لاحظنا المنتخب القطري ما قاعد يصوب من الخارج بشكل كبير، كره واحده زاركو تصدى لها عزيز والثانية من كابوتي وأيضا تصدى لها. بس أنا مثل ما ذكر مساء أبو إساء زاركو بعد ترى مو زاركو القبلي ثقيل، كابوتي مو كابوتي يعني يمكن فرانك شوية، فبالتالي ممكن تلعب دفاع تسكر منطقة مع مقابلة اللاعب المصوب وحسين، لذلك وتعتمد على العزيز اللي لذلك المدرب قاعد يلعب في جماعيه جدا مميزه. المنتخب القطري ما قاعد يعتمد على الخط الخلفي في التصويب بشكل كبير كثر ما قاعد يلقى المساحات الناس المناسبه، وايضا الجانب التكتيكي اللي قاعد يخدمه انا اقول كان برقي للامانه، قاعد يوصل باريحيه وتوصل الكره من طبق من ذهب على مستوى لاعب الجناح اللي يقطع للمنتصف، ولا ايضا حتى على مستوى لاعب الدائره اللي يختار له المكان المناسب في ظل الفوضى الحاصله في في, في المنتصف. منتخب الكويت في الدفاع قاعد يركز على الخط الخلفي بشكل كبير وقاعد يتناسى مستوى اللعب على الدائره، لذلك قاعد نشوف هذه الاختراقات السهله في التسجيل، رغم تالق عزيز الظفيري في مستوى حراسه المرمى بالاضافه ايضا لحارس. واضح واضح كابتن انهم على طول قاعد يلعبون دائرتين. نعم. يعني ينزل لك عبد الرزاق مراد ولا علاء الدين هني بن راشد ينزل لك، فقاعدين يلعبون اكثر شيء منتخب قطر دائرتين ترجع تسكر. اي نعم بالضبط. فالحلول يعني لازم الجهاز الفني بغير سعيد الحجازي حط باله لهذه النقطة. كورتين أنا اللي أنا أتذكرهم لمشاري صيوان ثنتين على خط 6 متر لعب العزيز سالمين، كان ممكن تكون المباراة فرق واحد أو فرق اثنين. فالتركيز في التصويب في تخليص الكرة أهم شيء عند المنتخب الكويتي، قاعد يلقى الحلول قاعد يوصل للمرمى، لكن أنا كمدرب بعد ما بايب أحط الكرة عنك في الجول. صحيح. فيحتاجون لاعبين المنتخب الكويتي في التركيز في تخليص الكرة. قران مدرب قطر عنده خيارات كثيرة بالشوط الثاني، يعني قاعد الفارق الآن 6 وعنده يمكن لاعبين خارج ملعب وداخل ملعب بنفس المستوى، فعنده خيارات كثيرة. هل سعيد حجازي قادر بالشوط الثاني يقلل النتيجة خاصة من ناحية عامل بدني، عامل خبرة، عامل الفارغ الكبير هذا والمعنوي اللي على الفريق؟ أبو حسين قاعد نشوف المدرب سعيد حجازي وجد حلول من بداية اللعب أن يوصل للمرمى وأن يحصل الفرص المناسبة للاعبين، ولكن كل الاستغلال ما كان بالشكل المناسب. يمكن صفة السنتر السريع حاول يستغل المنتخب الكويتي من بداية اللعب، وفعلا لأن فيه هناك ثقل على مستوى الدفاع القطري بالرجوع إلى الخلف، ولكن وقدر يحصل اختراقات مناسبة ولكن ما كان فيه هناك بالاضافه ما بعد هذه او ما بعد توسعه الفارق بحسين حصل يمكن هناك تسرع من منتخب الكويت. في فرق بين الهدوء وبين التسرع، في هدوء في قياده الملعب ولكن كان هناك تسرع في قياده الملعب اللي اضطر الى ارتكب 6 إلى 7 اخطاء، هذه مؤثره بالاضافه الى الكرات الضائعه. بطبيعي تطلع فارق الشوط الاول بفارق 6 أهداف نتيجه لهذه الاخطاء ونتيجه للتخليص على المرمى، يعني ونتيجة أيضا التصديات يمكن الحارس أيضا المميز للمنتخب القطري اللي هو أنادين. أوكي، قادر المنتخب القطري يزيد الفارق أو الكويت يرجع بشوط ثاني؟ والله أتوقع الفريقين راح يتعاملون بواقعية بحكم أول 10 دقائق إذا ما قدر يرجع المنتخب الكويتي راح يصير تدوير من اللاعبين وراح الفريقين راح يلعبون صف ثاني. يعني الكويت راح تفكر في البحرين والعراق والسعودية واليابان ويا قطر في مجموعة واحدة، فأتوقع تفكير المدربين راح يكون للدور الثاني. قطر قصدك والسعودية؟ قطر والسعودية واليابان. لا قطر والعراق. قطر لا السعودية راحوا وخلصوا. سامح أقصد العراق. لحق قلبوا السعودية من عقب أمس. لا إذا النتيجة كذي إذا كذي النتيجة راح تصير الكويت والبحرين والعراق بانتظار يا إيران يا كوريا إذا مشت الأمور هذه. فايز من إيران وكوريا ومن هناك راح يكون
يسمونها قطر واليابان في مجموعة. شكرا كابتن هيثم، شكرا كابتن محمد. إذا مشاهدينا أذكر الشوط الأول انتهى بتقدم المنتخب القطري على المنتخب الكويتي 14-8، وعودة مرة أخرى الزميل حسين الأحمد، تفضل بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا الكرام، عودة مرة أخرى هنا من بطولة آسيا لكرة اليد هنا بصالة خليفة. انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب القطري ب14-8، فارق 6 أهداف لمصلحة العنابي القطري. لكن أنت اليوم في هذا الشوط ماذا سوف تفعل يا الأنيق؟ يا الأنيق يا عبد الله يا الخميس ابن الوزعوام، ما شاء الله لاعب أنيق يمتلك مهارة عالية وأخلاق هادية، فإنه عبد الله الخميس. إذن ننتظر طاقم التحكيم الكوري ليوكو في هذه الأمسية من الشوط الأول، وهناك أيضا المراقبين، نشاهد هناك المراقبين نكادا وتشاي والسوبرفايزر هناك أيضا. إذن يبدأ الشوط الثاني متابعينا الكرام، والكرة لمصلحة الأزرق الكويتي. جماهير الأزرق أتت من الكويت لتؤازر المنتخب الأزرق، وهناك خلف الشاشات مع المنتخب العنابي القطري. يا سلام عليك، يا سلام عليك، يتصدى لكرة جميلة، برافو 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 عليك يا حارس. أنا دير سولو ماكو فتش، وبالتالي يقول لك فتش ما راح تسجل ولا راح تأتي. هنا كرة لمصلحة المنتخب القطري العنابي. مدرب يأتي باللاعب المنتخب القطري في الشوط الثاني، لاعب المتميز الذي يحمل روح عالية وجد سنان، وهنا أيضا ربما فيها رمية 7 أمتار. يشير الحكم لمصلحة اللاعب رقم ماريو توميك المحترف في كرواتيا. رمية 7 أمتار، شوف الإعادة، هل هي في الوجه يا الياسي أم هي في جسم اللاعب والحارس المتألق ابن الضفيري ابن الكويت؟ وعاشت لنا الكويت، وعاش وهلها واللي يحب الكويت. هكذا هي الجماهير. لكن قطر حسن صفر، المدرب ياتي سعيد حجازي، ولكن يوسف بن علي امام صفر يسجل يوسف بن علي. المدرب يحتاج يوسف بن علي فقط في عمليه التصويب لرميات 7 أمتار. عزيز قطح، وبالتالي فعلا الكرة ضربت لاعب الأزرق، اصطدمت في اللاعب حيدر دشتي. ابتسامة عبد الله الأنيق، عبد الله الخميس للحكم كو. إذا تلعب الكرة، كرة راحت من عزيز الشمري إلى إن اصطدمت الكرة في رجل اللاعب حيدر دشتي. تلعب الكرة وجده والتحرك والوجود في عملية الكنترول. يا سلام عليك يا الضفيري، يا سلام عليك يا الضفيري، تتحرك بكل أريحية وبكل انسيابية. حيدر دشتي تلعب الكرة لمصلحة المنتخب، قطعها هيبة وجد سنان، وبالتالي ماذا تفعل يا فرانكيز؟ لكن الترانزيشن ديفنس موجود للأزرق الكويتي. هدوء في أرضية الملعب، سلسلة موجودة، وجدي سنع. يعني أنت تتحدث عن الأمور الجميلة الموجودة في أرضية الملعب، هدوء، تحركات، تقاطعات، تقدم الدفاع
لكن هنا استلام من اللاعب ماريو تومك، خطأ يصير الحكم الطاقم الكوري. تشاي ونيكادا أولي، مراقبة تايلندية صينية يابانية، ويا سلام ويا سلام وما لا لا ربما تدفع الثمن يا علاء الدين بن راشد. وبالتالي الأمور تعود يا عبد الله خميس، عبد الله يلعب للهندال، ولكن تأتي حيدر دشتي. سلسلة اللاعب موجودة في أرضية الملعب تتحدث عن الفارق 7 أهداف، ونلعب في الدقيقة 4 من الشوط الثاني. العنابي أمام الأزرق، الأزرق أمام العنابي، أبناء تميم على العهد والوعد. جينا الله، جينا جينا من كل مدينة، والفوز بإذن الله. الله، هكذا الجماهير. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ابن دشتي. لا لا لا، مش ابن دشتي، هذا اللاعب المتألق في أرضية الملعب. يا سلام عليه، مشاري صيوان يسجل على الفن والأوان. يا سلام عليك يا مشاري، من الجناح الشمال جاب وسجل على الحارس أنادين. 88 يبدو لي يوسف حيدر دشتي يسجل ابن دشتي، وياتي ابن دشتي، لكن هكذا عبد الله قطعها. عزيز الشمري، عزيز راح، ما الذي فعلت يا عزيز؟ لربما استعجلت يا عزيز، انت تلعبها للانيق عبد الله، مفروض تلعبها بسرعه، تعطيها اياه بتمريره سليمه صحيحه، لا يوجد هناك مدافع. يلا معليش، كلنا حبايب، العناب القطري حبيب والكويتي حبيب، واحنا مع الحبايب عبر قنوات البحرين الرياضية. تلعب الكرة، تقدم الدفاع بعملية كلوز على فرانكيز وجدي، لكن يا سلام عليك يا ابن الطفيري، يا سلام عليك، تصدي جميل موجود. الله، جماهير الكويت كلها حاضرة، جماهير الكويت كلها حاضرة في أرضية الملعب. نعم، الاتحاد الآسيوي حاضر، رئيس الاتحاد القطري الأستاذ أحمد الشعبي حاضر، الرجل الذهبي الذي عمل ونجح وأصل هو لاعب 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 كرة يد، لعب في نادي السد، هو مع الأستاذ خليفة الجاسم مدير المنتخب. وهنا خطأ يشير الحكم، لا يوجد فيها رمية 7 أمتار، إذا فارق 6 أهداف. نلعب في الدقيقة 6، حاول سالمين، حاول سالمين، راحت عدت. إذا تلعب الكرة عبد الله، إلى عبد الله يلعبها إلى الصانع سالمين، سالمين، يا ولد يا ولد يا ولد، الفلور المتابع الأنيق البشوش في أرضية الملعب، ابن الونسوف لما لعبها ولما سجلها، لكن تصدى، والتكملة تأتي من عبد الله الخميس. الله، جماهير الكويت، الكويت يا كويت، الله، وين ما يروح الكويت تشوف جمهوره موجود. عود إلى الثمانينات وارجع للألفية. مصطفى هيبة، فرانكيز، ما في أشياء ضفاري، فاست بريك، عزيز 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 يسجل، يقلل الفارق من 8 أهداف إلى 4 أهداف. يتدخل المدرب داركو وبابلو وساريج، هذا هو عزيز الشمري. شوف الفاست بريك من الضفيري، وشوف كيف سجلها عزيز. ليتدخل المدرب داركو ليدرك الوقت ويدرك اللعب ويغير من طريقة اللعب. فارق 4 أهداف بعد ما كان الفارق 8 أهداف، يعود الأزرق يسجل. الله، الأب والأسرة، وتصورين وارسلين للكويت، الله يرحم أيام أول، يتذكرونا لما كانت بطولات الخليج في كرة القدم، لما تروح الكويت والكويت مع قطر، منصور مفتاح في قطر، جاسم يعقوب في الكويت، هجوم. الله، إن شاء الله تعود في كرة اليد بطولات الخليج. سارج أفضل حارس على مستوى العالم، إنه سارج، فبالتالي الأمور يا سارج.
إذن هنا كرة لمصلحة المنتخب القطري. يا سلام ويا سلام ضفيري، وما علينا من الكلام، واللي يتحدى يجينا، والله والله ما يقدر عليه. جماهير تحضر وجماهير موجودة لتعطي ضوء كبير في أرضية الملعب. الله، يا سلام عليك يا الضفيري، سيطر عليها، لعبها تعود لمصلحة المنتخب القطري. فرانكيس، وهذا زار زاركو ماركوفيتش. مصطفى هبة بدأ بتشكيلة الأساسية ولكن يسجل، يأتي، هذا هو اللاعب ماريو توميك المحترف في كرواتيا، هناك يلعب في كرواتيا. يا سلام، إذا تلعب الكرة عزيز إلى الصانع سالمين الكمبيوتر، المفتاح، المدرسة لصناعة اللعب. المدرب يأتي بفواز الشمري من نادي الكويت في صناعة اللعب، وأيضا هناك أعطى لاعب آخر في الباك اليمين تلعب خطأ، يشير الطاقم التحكيم الكوري لمصلحة مصطفى هيبة. ماذا حدث؟ درب يخرج سالمين ويأتي بدفاع قوي، صاحب بنية جسمانية محمد العريان، وهناك الصانع، وهناك دشتي وعزيز، وهناك أيضا مشاري صيوان. تلعب الكرة فرانكيز إلى مصطفى هيبة، إلى من؟ إلى الجناح عبد الرزاق مراد، إلى زاركو ماركو، إلى فرانكيز. زاركو، إشارة اللعبة السلبي، تلعب الكرة إلى زاركو ماركو إلى خارج الملعب. سلامات سلامات يا بشاري، يا صيوان، سلسلة اللعب، أداء جميل، تفنن، دفاع، صلب متماسك. هيبة يا هيبة، وهو هيبة، عيدها يا مخرج الياسي، بوم في أرضية الملعب. يا سلام عليك، يا أنت يا لاعب يا فنان، ابن قطر، ابن الدوحة، ابن تميم، على العهد والوعد جينا. هكذا تردد شميلة، شميلة يم الهدى، راعي الحدب شميلة. تلعب الكرة، شكرا حقيقة جزيلا للمنظمين. تلعب الكرة، فواز، تعود إلى سالمين، سالمين لعبها هناك، وبالتالي الأمور تعود. يلا يا عزيز، عزيز عزيز، وبالتالي الكرة راحت. برافو عليك يا حارس، برافو يا نادين سولوف ماكوفيتش، يتحرك، ما تغمض عينك، كنت في الحراسة ما تشوف الهدف، ما تشوف كل شيء، عليك بالدقة، فتح عينيك وفتح عينيك لترى من هو اللي راح يشوت، من هو اللي راح يصوب، من هو اللي راح يسجل. المدرب يلعب بالهندال، يلعب بالصانع في الباك اليمين، هو الهندال. يا سلام عليك، دقيقتين، دقيقتين على عبد الرزاق مراد، يغادر لمدة دقيقتين، يقللون الفارق. يا سلام عليك، إلى نتيجة 17 مقابل 12 فارق، الخمسة أهداف لمصلحة المنتخب العنابي. حضور رئيس الاتحاد البحريني، الرئيس الذهبي لكرة اليد الأستاذ علي عيسى إسحاقي، وأيضا رئيس الاتحاد القطري، أيضا الذهب للذهب أستاذ أحمد الشعبي، الذي يتحرك، يسهر ليلا النهار من أجل النجاح وتحقيق البطولات. وهناك أيضا الأستاذ شبيب الهاجري، الأستاذ خالد طالب وقايد العدواني حاضرين، والأستاذ خليفة الجاسم، والأستاذ مجدي ميرزا. تلعب الكرة، زاركو، مصطفى هيبة، فرانكيز، يسجل فرانكيز مارزو، هذا اللاعب الذي يلعب بكل روح. المدرب داركو بابلو ساريتش يتفننون في عملية تغيير اللاعبين في المراكز. الهندال في الباك اليمين، سالمين،
هندال بالرمية سبامتر، يا سلام عليك الهندال، لاعب يجيد الاختراق، لاعب يجيد التفنن والتحرك، كيف يعرف كيف يأتي ومن أين يدخل ومن أين يسجل. رمية سبامتر على اللاعب رقم 94 في المنتخب أمين إسكان. آي الموسوي آكل ياكل، لكن موجود فواز الشمري، لم ينجح الموسوي، ولكن فواز أكدها، فواز تصدى هناك الحارس أنا دين سولو ماكوفيتش، لكن هنا تأتي الكرة، عملية هنا فارق الخمسة أهداف، نلعب في الدقيقة 12. مباراة جميلة. شن لعب الكرة، حاول فيها، تأتي لي علاء الدين والراشد فرانكيز، شرط اللعب السلبي إلى من؟ ما يقدرون. بونية دوران التحام، رغم كل الطرق موجودة إلى أن ماريو تومك يسجل. برافو عليك يا ماريو. إذن هنا يوسع الفارق إلى 6 أهداف لمصلحة المنتخب العنابي. الله سالمين، المدرب يأتي بسالمين، يا سلام عليك سالمين. هناك من يتابع مع الأجواء الشتوية، واللي راح يحكمون راح يروحون إلى الكويت لقيادة مباراة كرة السلة، ابن السلم وابن غلوم، وهناك المعلم، من لك نتعلم يا المعلم، راح يروحون للكويت يحكمون مباراة هناك في الكويت. الله بالتوفيق لكم إن شاء الله، دائما البحرين في كل مكان، هنا في بطولة آسيا. مراقبة، دفاع 5-1، مصطفى هيبة مراقب لفرانكيز، مصطفى يعمل الاختراقات، لعبها لعائلة من إلى علاء الدين إلى فرانكيز، يا سلام عليك. الله جابها عبد الرزاق، جابها عبد الرزاق الجناح الشمال، وبالتالي يتصدى مصطفى هيبة، وشلون حطها على الطاير، وهو طاير، شوفها بوم، يا سلام عليك يا مصطفى، تتحدث بلغة الأرقام وليس بلعبة الفن، وأنك فنان من يومك يا مصطفى. يا هيبة الأزرق الكويتي، أنا كويتي، أنا قول وفعل. إذن هنا متابعينا تلعب كم مدرب يأتي بالسالمين وفواز الشمري، تقاطعات فواز إلى السالمين إلى الهندال مساوي، لكن أنا دير سولو ماركوفيتش إلى خارج الملعب. ما الذي يحدث في أرضية الملعب؟ تألق، أقفل الجناح اليمين وأقفل الجناح الشمال، إنه أنا دير سولو ماركوفيتش للمنتخب القطري، هذا هو اللاعب. وين ما يروح الأزرق إحنا وياه يقولون، وين ما يروح القطري إحنا وياه يقولون، هكذا هي ترديدات. لكن هنا يتدخل المدرب سعيد حجازي بطلب الوقت المستقطع حتى يعدل فارق، يوصل 4 يعود 7. تتذكر بطولات الآسيوية 95 الكويت، 2000 في إيران، يعني هذه بطولات شارك فيها الأزرق وحقق. لكن لما تأتي تتحدث عن المركز السابع في السعودية عام 2021، تتحدث عن الترتيبات للأزرق، رغم الغيابات إلا أن منتخب الكويت قوي، رغم الغيابات إلا أن منتخب الكويت قادر. لكن خلونا نتحدث عن قطر، شاركت في بطولات العالم عام 38 في ألمانيا، و82 في ألمانيا، و98 في الدنمارك، وشاركت في ألمانيا والدنمارك 2019 المركز 13، كل البطولات شاركت فيها، أفضل مركز 2015. ما راح
أحد يجيب هذا المركز. مركز الثاني أمام فرنسا إذا تلعب الكرة لمصلحة المنتخب الكويتي. فواز خطأ يشير الحكم. منتخب القطري قطر خمس بطولات، لكن أول بطولة حققها المنتخب الياباني اللي كانت في الكويت عام 77، لكن أول بطولة لقطر 2014 بطولة آسيا. إذا تلعب الكرة سالمين، سالمين لعبها سجل. ماذا تفعل يا صيوان؟ ماذا فعلت يا صيوان؟ ماذا فعلت يا مساري؟ اجلب اضرب يا مساري على خط الدائرة، لا تعطي مجال. مترين على طول الحارس يا مساري، تلعب عليه لوب موز. معليش معليش معليش. وهذا اللاعب ايضا محمد علي من نادي العربي، اول بطولة للكويت عام 95 آسيا. لقطر بنتها قطر في عام 2014 أخذتها من أمام كوريا. إذا تلعب الكرة لمصلحة المنتخب الأزرق 2013، نلعب في الدقيقة 16 وتعالي 19 مع الأجواء الجميلة الشتوية هنا في مملكة البحرين. روحي لبرز خير، العالم مخيمات موجودة، وعليك بالحلوى البحرينية والسعرات الحرارية. هنا في الملعب تحتاج إلى سعرات حرارية. تلعب الكرة هندال، لعبة مقطوعة خطأ لمصلحة الهندال. الصانع والهندال عاملين شغل صح في أرضية الملعب. سالمين أنت المفتاح، راح أطلق عليك المفتاح. ذكي موجود، تلعب الكرة هندال إلى سالمين، سالمين دوران، سالمين وسقوط، سالمين ويحصل على رمية سبع أمتار. الله، أبناء العليوات حاضرين، سيد علي عليوات، سيد حكيم عليوات حاضر، وبالتالي فايز أيضا يحضرون يتابعون، كل صغيرة وكبيرة. الله والله يحضر، يعجبني مدير صاحب ابتسامة جميلة، وأيضا الأستاذ فاخر غاشي صاحب ابتسامة جميلة، حاضرين دائما يتابعون يعملون. لكن هذه السنة ما كان فيها حظ، إن شاء الله السنوات القادمة للأخضر السعودي وبكل التوفيق. ما في أحد ما يخسر، ما في أحد ما يتأهل، هذه كل شيء وارد، لكن إن شاء الله نصحح الأمور ويعود الأخضر لبطولات العالم. شوف لو تلاحظ الكويت ما شاركت في بطولات العالم اللي غابت، أيضا قطر أيضا، لكن بسبب إذا تلعب الكرة يا سلام عليك، برافو. وحلوة يا الطفيري عادت راحت لمحمد العريان لعبها. الله حلوة جميلة جدا، والتحرك يأتي. راح تدفع الثمن يا محمد علي، راح تدفع الثمن يا محمد علي إذا تلعب الكرة إلى فواز. فارق الست أهداف، تصدي جميل من الحارس سولو ماكوفيتش. أنادير تلعب الكرة سالمين، الهندال سالمين. الله الله، الصانع اصرخ يا الصانع، صنعها الصانع، سجلها الصانع. من الآن الفارق يصل إلى خمس أهداف، وصل لأربعة، عاد إلى ثمانية، عاد إلى سبعة. الآن فارق الخمسة أهداف 20 قطر 15 الكويت، متبقي 11 دقيقة على نهاية الشوط الثاني. تلعب يا سلام، أنادي فرانكيز مصطفى هيبة، برافو يا الطفير، اليوم يوم الطفيري ما شاء الله، صلوا على النبي. إذا تلعب الكرة بمصلحة الأزرق فواز، فواز إلى دشتي حيدر، حيدر يتأنم ليكون أيضا عملية التمرير، والمدرب يأتي بالمفتاح. إنه سالمين، سالمين عزيز لاعب القادسية، عزيز سالمين. الله، إذا تلعب الكرة عزيز تقدم الدفاع 4-2،
مدرب يأتي بخدمات يوسف بن علي، وبالتالي الأمور جميلة جميلة جدا. يا سلام يا سلام، برافو يا بن كاشتي، يسجل من الجناح من الجناح من الجناح الشمال على المنتخب القطري، 4 أهداف الفارق، 10 دقائق متبقية متابعينا الكرام. وبالتالي المدرب هنا ماذا يفعل داركو وماذا يفعل سعيد حجازي؟ الله، مدرسة عربية. ماذا يوجد؟ وجد سنان فرانكيس. المدرب يأتي بالخبرة، يأتي بوجدي ويأتي بمصطفى هيبة، هيبة لفرانكيس، فرانكيس فتحت الشاشة، فبالتالي شاشة شاشة، وفرانكيس هو الباشا. يا سلام عليك، سجلوا لجنة التسجيل، هناك الأستاذ حسين، هناك نيكادا، هناك ككاي، هناك لي، يراقبون يا صالح يا عاشور، يتسلون يا صالح عاشور، يتابعون كل صغيرة وكبيرة يا صالح يا عاشور. الله، إذا تلعب الكرة إلى الهندال، سالمين، تقدم الدفاع 5-1 لمنع سالمين من التقدم، لكن الأزرق ورمي سبع أمتار، دقيقتين على عبد الرزاق مراد. مراد عبد الرزاق طاقم الكوري لأوكو، يبغون الفيديو، طلبوا الإعادة الإلكترونية، يبغون الفيديو، راح نشوف ماذا يقررون. أنا أشوفها ما فيها شيء، يعني لاعب جاش احتكاك، لم تكن الكرة على الوجه، ربما ممكن موجودة، ممكن موجودة ضربة قبل، يعني قبل ما يدخل اللاعب فيها ضربة، ممكن عيدها يا مخرج، خلينا نشوف. هناك مروان أبو حمزة، محمود يوسف، نظام، أبو نغم موجودين، خلف العنزي موجود، الكل موجود. هناك غسان أمير، غسان أمير أو أمير غسان، كل حاضر تتحدث. أنا أيضا هناك عبد الله ثياب وغسان أمير، محمد ناصر. يا سلام عليك يا ولد يا ولد، دائما أنا قلت لكم هذا الحارس جنني يا عيوني. إذا كانت يا سرج، سرج هو المدرب الحراس ومن أفضل حراس العالم، سرج هو من درب نادير سولوماكوفيتش، سرج جيب على سرج، جيب على مدرب الحراس المنتخب القطري، راح أقول لك هذا هو سرج، هذا هو السر في عملية كيف هو التدريب للحراس. تقدم الدفاع، تقاطعات، مراقبة فرانكيس من قبل اللاعب محمد العريان لمنع الاختراقات، لكن فرانكيس هنا خطأ يشير للحكم. الله، هذا هو، هذا هو سرج، هذا هو الحل يا الياسي، هو المدرب الذي يدرب الحراس، وهو المدرب الذي أخذ أفضل حارس في العالم ليقول للعالم أنا أسباني. خطأ دقيقتين على اللاعب رقم 9 العريان محمد، عيدها يا مخرج، عيدها يا مخرج، فبالتالي الأمور جميلة. الله، شوف الإعادة، فيها تكة، فيها دفعة ممكن تؤدي إلى إصابة اللاعب، فبالتالي الطاقم الكوري، نجحت يا صالح عاشور في اختيار طاقم التحكيم، هذه ورش العمل، هذه المحاضرات، تدريب، هيبة، فبالتالي مقطوعة، برافو يا الموسوي، فاست بريك، سجل، سجل يا صانع. يقللون الفارق، يقللون الفارق، نتيجة جميلة، 21-17، 4 أهداف، نكس يولد العزيمة، هل ينجحون؟ خلونا نشوف، هناك توقف، مسح الأهلية حتى ما يكون هناك إصابات،
الكويت، الأب مع الأسرة، 6 ساعات من الكويت إلى هنا، قطعوا المسافات. إذا تشيل لعب الكرة فرانكيف، ويا السلام عليك. يأتي ليسجل، هذا هو جلسنا. الله يسجل، يا سلام عليك. إذا تشيل لعب الكرة وجلي موجود، وإذا كان مجري موجود فلا خوف، مع المنتخب القطري وجري سنان. هو الآن إذا تلعب الكرة، 22 مقابل 17، فرق 5 أهداف. سالمين، وخطة لمصلحة سالمين، وصير ياسير والدائم. الله يا سلام عليك. هنا عملية مخالفة المشي، إذن هنا عملية التركيز. دعوني يسجلون، 17 مقابل. الله، هذا الممثل الكويتي، حتى الممثلين جابوهم وينجح. لكن هنا يا سلام عليك، حكم يشير أن هناك رمية 7 أمتار لمصلحة الصانع. جيب على الممثل، يبدو لي هذا الممثل فيصل أو علي، أعتقد محمد صفر هذا الممثل. الممثل الكويتي، يا محمد ترسل ايش يا محمد؟ صادوك يا محمد، وهدف ورمية 7 أمتار لمصلحة المنتخب الكويتي. يقللون الفارق، 18-23، فارق 5 أهداف و5 دقائق متبقية. يا سلام، يعني هناك دراسة إن شاء الله. وتحدثنا أيضا عن البطولة، قال الأستاذ فراس الحلواجي أمين للاتحاد البحريني لكرة الطائرة، دائما البحرين سباقة في البطولات، وليس غريب على البحرين من تنظيم البطولات. نعم، يشكرهم وهو معاهم دائما. يا سيدي فراس، البحرين غير، يقول بطولة ناجحة، تنظيم جميل، حضور الجماهير، هذا ما قاله فراس الحلواجي. نعم، كلمة شكر يقول لا توب في حقه، نحن نسعى للنجاح. إذن هناك أيضا راح يكون في دراسة لتنظيم بطولات الخليج، راح نتأكد إن شاء الله ونشوف ماذا قرر رؤساء الاتحادات في دول مجلس التعاون. هل هناك إن شاء الله تكون بطولات الخليج؟ إن شاء الله راح نوافيكم إن شاء الله بكل المستجدات. تلعب الكرة فاست بريك، سقوط في أرضية الملعب، حكم يقول ما فيها شيء. هنا من الحكم لي الكوري، تلعب الكرة سريعا يا مصلحة محمد علي، لكن دشتي موجود، عبد الله الخميس ابن الوز الأنيق، وين خطا يشير الحكم. والله جميل جدا، الكل يتابع خلف الشاشات، يعشق كرة اليد ويعشق البطولات. ونعم، مثل ما قال الأستاذ فراس، ليس غريب ولا مستحيل من رجالات البحرين لتنظيم البطولات. نعم، thank you a lot. إذا تلعب الكرة لمصلحة المنتخب الأزرق، أزرق يا أزرق، سالمين إلى الهندال، تقاطع، عبد الله ضرب، لكن المرة الثانية ماذا تفعل يا الصانع؟ هذا مين؟ مترين يا جماعة، اجلد، اضرب، لا تلعب كرة عالية. هذا مين؟ إذا تحدثت عن البنية الجسمانية، حارس تلعب له طويل، مترين تلعب له فوق، لا، اضرب يا الصانع،
اجلد يا صانع رافائيل كابوتي. تقدم على خط التسعة امتار، الكرة تأتي مع مرحلة سلسلة اللعب. شوف فرانكيز مراقب حتى ما يسد، لكن وجدي هنا. برافو عليك يا الضفيري، ضفيري يا ضفيري. هنا تلعب عبد الله، روح عبد الله، تحرك عبد الله إلى دشتي، دشتي والانطلاقة، لعبها للهندال، هو قال أوه. يرسلون النتيجة، ربما الإعلام، ربما هم إعلاميين، وبالتالي هم يقررون. يا سلام عليك يا دشتي، ويا سلام عليك الهدال، هو قال وصال وجال. الله دقيقتين، الله مبسوط سعيد. فريقين متأهلين يا جماعة، راح يكون بطل المجموعة قطر في حالة الفوز، وراح يكون الكويت الثاني والصين الثالث، عمان الرابع في المجموعة A. رافائيل كابوتي، أول أهدافك يا رافائيل. هذا الأسمر شاكا، يا ناس دلوني عليه. رافائيل، رافائيل لونك جميل، I love your color يا رافائيل. والله اللون الأسمر حلو يا جماعة، الأسمر حلو، أسمر سمار الليل. الله، وهذا الأسمر جنني يا عيون. إذن هنا يتدخل المدرب سعيد حجازي بطلب الوقت المستقطع بعد ما شاف هناك الفارق، يقول له راح نتكتك، راح نسجل يا صالح يا الموسم. مو براضي كابتن صالح اليوم سجل هدفين تقريبا، العادة يسجل. الله الله، وين هذا نهايم؟ مباراة شغالة يا كابتن. الله يا سلام، حتى السيدات الفتيات يحضرنا يشاهدنا. وما هذه فاطمة المتوج حكمت كرة، أوه كوبي برايت حكمت كرة السلة، موجودة. شوف الأب والأسرة من الكويت قاطعين مسافة ست ساعات، ست ساعات يا الياسي من الكويت. هذا العليوات سيد علي وحكيم وفايز أيضا الطوال، أو هذا نصر، هذا أهلي، هذا محرق نصر السعودي، أهلي السعودي محرق البحريني، إن شاء الله يحبون بعض. شكله والله شكله أنا أعرف والله كل شوي. الآن يثبت لي الياسي. والله أشكر حقيقة الشباب والاستاف المتواجد معنا في عربة النقل، وأشكر حقيقة مدير القناة أستاذ حمود الجيب من ساعات مبكرة، إشراف متابعة، كل العاملين في قناة البحرين الرياضية. والشكر أيضا إلى وزير الثقافة والإعلام يديم العافية، نقل مباريات، أربع مباريات يوميا يا جماعة، فبالتالي رجال البحرين موجودين. تمريرة جميلة يا عبد الله، ينجح يا سلام عليك، لكن هدف متأخر، ينجح بشار الصيوان، صيوان يا صيوان. إذن قطر تتصدر المجموعة، الكويت راح تروح مع البحرين، وقطر مع اليابان مع الإمارات، والفائز من كوريا وإيران، لكن الخاسر راح يروح مجموعة البحرين. تلعب الكرة، يا سلام عليك يا وجدي يا فنان يا كبير أنت يا لاعب. وبالتالي والله ما قصروا الأزرق، ما قصروا الأزرق، لعبوا الأزرق وصالوا وجالوا الأزرق، لكن أمام العنابي غير. إذن متابعينا الكرام، يطلق الميقاتي هناك صافر تحسين، مولع انتهاء المباراة والشوط بفوز العنابي القطري 24-20. ولكن هكذا هي الأمور. أنا لو تقول لي أفضل لاعب راح أقول لك مصطفى هيبة. سني راح أقول لك مصطفى هيبة يا عبد الله حسين أفضل لاعب، لأنه اللاعب لحب. ولو تقول لي في الكويت أقول لك سالمين صانع اللعب. خلينا نشوف الآن من أفضل لاعب، تتوقعون مين؟ هناك الأستاذة سندس إبراهيم الصيف، مدرب كرة الطائرة، هو هي من تذيع الأسماء. المفاجأة هو نجيب سولو باكوفيتش، اضرب الخشب وسجل يا نتين، يستاهل الرئيس الذهبي.
يقول له خشف على السلام كبير يا جماعة. يستاهل أستاذ أحمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري. أنا دين شوف البسمة موجودة إن شاء الله اليوم. شوف الروح الرياضية الأخوية موجودة بين الأزرق والعنابي والعنابي والأزرق. ويقولون عاشت لنا الكويت الكويت وعاش وهلها. وهناك يقولون شميلة شميلة يم الحدب راعي الحدب شميلة أزرق يزرق وعاشت لنا الكويت الكويت وعاش وهلها. واللي يحب الكويت إذا متابعين الكرام هذه هدية لك يا أبو حسين. عاشت لنا الكويت الكويت وعاش وهلها. واللي يحب الكويت الكويت يضحي لجلها. الله الكويت وقطر قطر يقولون شميلة شميلة يم الهدب راعي الحدب شميلة. متابعينا الله وبالتالي أبناء تميم على العهد والوعد جينا من أجل أن نحقق النجاح هناك الكبار.